غزيها على راسك الشيب غزيها الهزمة بنحكيهن ومنهن راها على راسك الشيب غزيها على راسك الشيب غزيها نبنيت طيب الذهب معدلهم نبنيت لا خير فيهم لا خير بيجي منهم نبنيت كيف الذهب معدلهم ونبنيت لا خير فيهم لا خير بيجي منهم نبنيت الليلة ليلة حنة وعريس الحنة هو عبد الله صميدة المجنون 27 سنة مزارع من قبيلة ولاد علي وولاد علي بدو غرب قبيلة مصرية كبيرة بيعيش أهلها في محافظات الصحراء الغربية مطروح واسكندرية وسيوة والجيزة والفيوم وساكنين في البحيرة من مئات السنين ومع إنهم سابوا الخيمة والصحراء وبقوا بيعيشوا في البيوت المسلح والريف لكنهم لسه ماسكين في عاداتهم وتقاليدهم البدوية وغناهم اللي له طابع خاص جداً